الاسم رياض محرز، المهنة إبراهيموفيتش. السلام عليكم. لقطة رياض محرز اللي ما فيش حد يتكلم عليها في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الأخيرة. قبل ما نبدأ طبعا وقبل ما نشوف اللقطة، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك على الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. كمان يا سيدي ما يجراش حاجة، يعني لما تنزل تكتب تعليق مش لاقي تعليق تكتبه، اكتب مانجا بطيخ زلابية، اكتب اللي تكتبه، المهم تكتب لنا تعليق. في مباراة باريس وسيتي الأخيرة لاعب باريس تدخل على غوندوغان تدخل قوي جدا. المهم يا سيدي رياض محرز راح للحكم وطلب من الحكم ان هو يرجع للفار، وقال له والله فيها مخالفة، علشان طبعا الحكم يرجع للفار وبعد كده يدي لاعب باريس كارت أحمر، علشان بقى يرد باكر لاعب باريس سان جيرمان على رياض محرز ويقول له لماذا تطلب هذا؟ أنت لم ترى شيئا. علشان رياض محرز بقى يتقمص شخصية إبراهيموفيتش ويرد عليه ويقول له امشيت من هنا، انت مين اصلا؟ طير له الجبهة. طبعا رياض محرز ما بيعملش حاجات زي كده كتير، ولكن لما عمل طير للاعب باريس سان جيرمان الجبهة. طبعا فريق مانشستر سيتي لعب النهارده وكسب 2-0. طبعا رياض محرز ما شاركش خالص طول المباراة، كان قاعد على دكة الاحتياط، وده بسبب ان جوارديولا بيريحه علشان خاطر مباراة باريس اللي هتتلعب يوم الثلاث الجاي. طبعا نتمنى ان رياض محرز وفريق مانشستر سيتي يفوزوا في مباراة باريس القادمة علشان يتأهلوا لنهائي دورة أبطال أوروبا، ودي حاجة بنتشرف بيها كلنا. بس كده يا سيدي فيديو النهاردة خلص، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك للفيديو ده وتعليق زي ما قلت لكم في البداية، واستنونا في فيديو جديد. سلام.